اولياء الامور هم اولادنا. هو الطلبه دول اولاد مين؟ ما هو اولادنا. واحنا انا زي ما بقول انتوا زي ما انتوا خايفين على اولادكم، احنا كمان خايفين بجد على الطلبه. فمره تانية بقول هناك اجراءات احترازيه، وهنتكلم بقى على الجانب التعليمي. طيب تقليل ايام الدراسه ده مش هيبقى له تاثير كبير على مناهج التعليم، خصوصا ان مفيش تغيير في مناهج ده التعليم؟ ده سؤال رائع. نعم. وحقائق واسرار لازم تفكوا بقى. نعم محتاجين. بص حضرتك، نواتج التعلم لن نتخلى عنها، تمام، ولكن الاجراءات الاليات اللي بنشتغل بيها يمكن ان نتفاوض بيها ونعدلها. بص حضرتك بقى، المرحله الابتدائيه كي جي 1 كي جي 2 اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي ثالثه ابتدائي لازم يتواجد في المدرسه، لان الدور الاجتماعي للمدرسه، التنشئه الاجتماعيه للطالب. حضرتك وانا اكيد في معلم اثر فيك. نعم اكيد. احنا في المرحله الابتدائيه تحديدا احنا اتجاهاتنا بتتصنع، بنتأثر بمعلمينا اللي كانوا موجودين معانا. المعلم لما بيحفز طالب، بيشجع طالب في وسط زمايله، الطالب بيتعامل مع أقرانه، دي كلها مهارات اجتماعية ما ينفعش أبدا أغفلها. فعشان كده الحضور من كي جي لتالتة ابتدائي هيبقى 4 أيام بإذن الله. يعني مدة هم كانوا 5 هيبقى 4، وهزود اليوم. هزود اليوم، يعني مثلا ما بدل ما كان الخروج 1:30 مثلا يبقى 2:30، يعني هزود حصه كمان. نعم. بحيث ان انا يبقى كده الجرعه بتاعه لحد ثالثه ابتدائي مفيش فيها ايه؟ مفيش فيها فصال. تمام. نيجي بقى لمين؟ من 4 لـ5 لـ6 اللي هي ابتدائي. الولاد دول انا بقول اهوت، ومع الوزير قال لو الكثافه عاليه عن انا اللي هم الحاكم الفيصل ليا ان يبقى المسافه بين الطالب وزميله 1.5 متر. لو انا المساحه دي متوفره خليك في المدرسه طول الاسبوع، ما عنديش ازمه خالص. يعني لو مدرسه خاصه عندي فيها المعيار ده متطبق متوفر، خلاص انا هغيبك ليه؟ يعني هقلل لك ايام الدراسه ليه؟ معايا حضرتك؟ فانا بقول اهو الحاكم الفيصل للطلاب ان هو اللي يبقى المسافه اللي بين طالب وزميله 1 متر 1.5 متر. هنتجاوز نقول متر. والجلوس شطرنجي. يعني ايه شطرنجي؟ عارفين اللي مثلا مربع ابيض مربع اسمر، هتلاقي المربع الابيض متاخر عنه يمين شويه، ثم اللي بعد منه الى اليسار شويه، بحيث ان الولاد ما يبقاش ايه وجهه بعاد عن بعض في التنظيم بتاع الجلوس. ف انا ما اقدرش اقول الفصل يبقى فيه 15 يبقى فيه 20، هو الحاكم الفيصل المسافه. خلاص. نعم. ده كده ايه نمره 1. فاحنا عملنا الاتي في معظم مدارسنا كثافتها عاليه. فاحنا هنحضر بقى، ده الكلام اللي لازم الناس تعرفه كويس قوي. زمان كان في برامج تعليميه رفاهيه، تمام؟ لا ما عادتش رفاهيه. لا انا هقول لمعاليك بقى. احنا لو ماده زي العربي، ماده زي العربي هتحضر وهتاخدها في اليومين حصتين، هتاخدها حصتين. نعم. وحصه وحلقه في التلفزيون 45 دقيقه. تعادل 4 حصص. تعادل، لان جبت الخبراء، جبت الموجهين والمستشارين اللي بيعملوا الكلام ده، وهم اللي قالوا اللي انا بديه في 45 دقيقه في التلفزيون يعادل في التدريس في الحصص في المدرسه، لان في المدرسه عم بياخد الغياب، عم بيتكلم مع واحد، عم بيدير طالب، عم يقول لواحد بيسال، كل دي بتاخد ايه؟ لكن ما يتم انجازه عبر شاشه التلفزيون في درس تعليمي القناه التعليميه هو بيعادل بالظبط 4 حصص عندي. فبقى عندي 4 حصص وعندي حصتين. خلاص. السؤال بقى الاهم، اداره هذا الموضوع يا استاذ مصطفى لو ما تمتش بحرفيه هيبقى عندي مشكله، سواء من المدرسه او الاسره. بمعنى ان المدرس اللي في المدرسه اليومين بتوع المدرسه ما هماش شرح حصص، مش شرح دروس، امال تطبيقات على اللي سمعه في التلفزيون. فلازم، ده احنا خلاص خلصنا الخطه، ده انا وزعت الدروس على التلفزيون، وزعت دروس كل الصفوف على الحلقات، وهتنزل بها جدول للناس للاهالي واولياء الامور والمدارس، بحيث حصه التلفزيون تسبق حصه المدرسه. تمام. حلو. كويس. وتصبح حصه المدرسه بمثابه التطبيقات العمليه، واخد بال حضرتك، على ما استمع اليه الطالب فين؟ في التلفزيون. هيجي واحد يقول لك انا نسيت اشاهد التلفزيون،
حملها على اليوتيوب بقى، روح 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 حملها وشوفها بقى. وهنكرر الاذاعه اكتر من مره. فلما يجي حد بقى يقول لي ده انتوا ازاي يومين ده كده البرنامج بقى يومين والمنهج واحد، قال له لا، برامج التلفزيون مكمله للمنهج الدراسي، للبرنامج الدراسي مش للمنهج الدراسي. فعدد ساعات التلفزيون مع عدد الساعات اللي الطالب بيحضرها هي اللي بتدي لك الايه الاجمالي كله. معموله بحرفيه، وعايز اقول اشركنا المستشارين، اشركنا ناس من يعني انا المره دي في هذا العام عندنا مدخل تشاركي في الاعداد علشان تبقى الناس اللي هتطبق مشاركه معانا.